بيان إدانة واستنكار الإخوة عمال وموظفي صناديق النظافة والتحسين بعموم محافظة الجمهورية عموما، إخوان العاملين بصندوق النظافة والتحسين بمحافظة تعز على وجه الخصوص. بداية نستهل بياننا هذا بتوجيه أصدق معاني الشكر والتقدير لتضحياتكم الكبيرة وتفانيكم في أداء واجباتكم الوظيفية في أهلك الظروف وأصعبها، وصمودكم المنقطع النظير وصبركم الذي يعجز اللسان عن وصفه في ظل ما تعانونه من حرمان لأبسط حقوقكم القانونية والمشروعة. إننا في النقابة العامة للعمال وموظفي البلدية والإسكان بالجمهورية نتابع باهتمام كبير ما تضمنته الشكوى المرفوعة إلينا من قبل رئيس اللجنة النقابية بصندوق النظافة والتحسين بمحافظة تعز، والتي تم التوضيح فيها لما تعرضه الأخ نبيل إسماعيل محمد سعيد أحد العاملين بصندوق النظافة من اختطاف همجي من قبل مجهولين يوم الجمعة الموافق 23/3/2018 أثناء تواجده في شارع جمال. عمالنا الأعزاء، إنه لم يلمسب أن يظل عمالنا عرضة لمثل هذه الممارسات والانتهاكات المخالفة لكافة القوانين والعادات والتقاليد، والتي دائما ما تتعامل معها الجهات المعنية بنوع من اللامبالاة تنصلا منها عن القيام بمسؤولياتها التي أوكلت إليها. وخير شاهد على ذلك الصمت المريب الذي تعمده قيادة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بالمحافظة إزاء هذه الجريمة وعدم تعاملها الجاد في متابعتها وإلقاء القبض على مرتكبيها لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم نظير جرمهم الذي اقترفوه بحق زميلنا المختطف. ومن هذا المنطلق، فإننا في الوقت الذي ندين فيه ونستنكر استمرار هذه الممارسة الغير مسؤولة والجرائم التي ترتكب في حق عمالنا، ندين سياسات التجاهل التي تنتهجه قيادة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بمحافظة تعز وتقاعسها الواضح عن أداء ما يتوجب عليها أداءه تجاه عمالنا بحمايتهم من الاعتداءات المتكررة التي تطالهم من وقت لآخر. مطالبين باسم كافة عمالنا في عموم محافظة الجمهورية، قيادة السلطة المحلية والأجهزة الأمنية بمحافظة تعز سرعة العمل الجاد في تعقب الجنات التي حتى يتم القبض عليهم وإحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم الرادع، وإطلاق سراح زميلنا المختطف الأخ نبيل إسماعيل محمد سعيد ورد الاعتبار له لما لحق به من ضرر وإهدار لكرامته الإنسانية المكفولة له بموجب القوانين، داعين الجميع للوقوف معه ومساندته بشتى الطرق والوسائل المكفولة بموجب القوانين، مؤكدين بأن استمرار تخاذل الجهات المعنية مع عمالنا وما يتعرضون له من هجمة شرسة لن يترتب عليه سوى توليد المزيد من الاحتقان والغضب في أوساط كافة العاملين وأيضا المواطنين الشرفاء الذين يلمسون ما يقدم لهم من خدمات قليلة وبصورة يومية، الأمر الذي سيضطرهم في نهاية المطاف إلى اللجوء للإضراب الشامل عن العمل كأبسط تعبير منهم عن رفضهم إهدار كرامتهم أو الاعتداء على حرياتهم، وهو ما لا نود حدوثه لما له من تبعات سيئة قد ينتج عنها تعرض المحافظة لكوارث بيئية لا يحمد عقباها نتيجة تكدس المخلفات فيها وانتشار الأمراض والأوبئة فيها. أخيرا، ندعو قيادة السلطة المحلية بمحافظة تعز سرعة القيام بمهامها المناط بها وتحمل مسؤولية الوطنية تجاه عمالنا والعمل الجاد في متابعة جريمة الاختطاف التي تعرض لها زميلنا الأخ نبيل إسماعيل محمد سعيد بتعقب الجناة وإحالتهم للقضاء ما لم، فإننا نخلي كامل مسؤوليتنا في حال استمرار التخاذل مع قضايا عمالنا. عاش يمننا الحبيب آمنا مستقرا، الحرية لعمالنا وحركة النقابية صادر عن النقابة العامة لعمال وموظفي بلدية والإسكان بالجمهورية أمانة العاصمة. أقدمت عصابة مجهولة على اختطاف الأخ نبيل العبسي، وذلك لأسباب مجهولة لا أحد يعلم ما هو سبب الاختطاف. والرجل كما نسمع عنه بأنه يعمل في الصندوق الاجتماعي للنظافة والتحسين المدينة، وهو شخص هادئ ومتزن، حتى أنه أيضا يحضر إلى ساحة الحقوق والحريات
ولا يسمع به أحد، مجرد فقط عبارة عن تعبيرات عن آرائه. والرجل أيضا كما يقال عنه أصحاب حارته بأنه رجل موارع ومسكين وليست له أي مشاكل اجتماعية أو مخاصمة مع أي أحد. الذين قاموا بالاختطاف نعتبرهم يريدون أن تتكدس القمامة كما كانت في البداية في مدينة تعز، لأن هؤلاء لأن هذا الشخص الأستاذ نبيل يعتبر ضمن العاملين بالصندوق النظافة لتحسين المدينة، فالضرر الكبير هو عائد عليه أولا، وأيضا عائد على العمل الخدمي الذي يقدمه هو ومجموعته في المدينة، وربما كذلك أيضا لو قدر الله أن يحدث اضطراب عام فتتراكم القوامة كما كانت. نحن هنا من ساحة الحقوق والحريات ندين ونستنكر أي اختطاف أو أي اغتيال لأي شخص، سواء الأستاذ عمر دوكم الذي اختطف أيضا في نفس اليوم، قتل واغتيل في نفس اليوم الجمعة 23، كذلك أيضا ما يتعرض له بعض الزملاء الإخوة من مضايقات من قبل أناس مجهولين ليس لهم هدف إلا تشويه سمعة مدينة تعز. وتعز كما نعرف مدينة مسالمة بحبها للأمن والسلام والاستقرار، وما تعرضت له الآن حاليا ما هو إلا دفاع عن نفسها وكرامتها ضد العصابات المعتدية من قبل الحوثيين. أين الشرطة؟ أين الأمن؟ المواطن بقى.